الحديث عن الحدود الجنوبية اللبنانية الفلسطينية الذي حدث اليوم. يعني حزب الله قام باستهداف 3 مواقع داخل مزارع شبعة المحتلة، صار في رد إسرائيلي، ولكن بقى الأمر ضمن إطاره المحدود. هل هناك من خشية أو من قلق معين أن يتم فتح الجبهة الجنوبية اللبنانية، أن يتم الدخول في هذه المواجهة؟ وأنتم شو موقفكم بهالحالة هيدي؟ لحد هلأ كل المعطيات تشير إلى أنه ما زالت العمليات التي تحدث على الحدود الجنوبية بلبنان ضمن إطار المعتاد، يعني ضمن الإطار المعتاد، ولم يحدث أي شيء خارج هذه المعادلة اللي كانت قائمة لسنوات عديدة. ما ننسى يعني كان في نوع من تفاهمات، وفي عنا اليونيفيل على الحدود الجنوبية يلي من خلالها بيصير كتير من التواصل بين الجهتين، بعد قادرين يعني يضبطوا الوضع ضمن قواعد اللعبة التي كانت قائمة وما زالت. لا أعتقد يعني اليوم نحن عنا خشية، وكان عنا تمني دائم، وموقفنا أنه ألا يجار لبنان إلى مواجهات لا يمكنه تحملها بالوقت الحاضر، يعني بغض النظر عن العواطف والمؤازرة ويعني كل اللي عم بينحكى بالنسبة للقضية الفلسطينية وما قد يحدث لقطاع غزة. بس بالمقابل في ناس بتحكيك عن توحيد الساحات وتوحيد الجبهات لمزيد من الضغط. السؤال هو اليوم بتوحيد الجبهات أو عدم توحيدها أو الضغط أو غير الضغط، هل يحتمل أي لبناني اليوم بلبنان أي هزة قد تحصل على الأراضي اللبنانية؟ يعني هل لبنان فعلا قادر أن يكون جزء من أي جبهة اللي كانت، ولو كان في نية أنه يكون منها؟ مش قادر اليوم لبنان يحمل لا مواجهة ولا تصعيد ولا دخول بمعارك بس بهالحجم هيدا. بس بالمقابل هناك رأي يقول ممكن إسرائيل تبادر إلى القيام بعدوان معين لكي تقدم صورة على القليل لشعبها، يعني أنه تجاه الوضع يلي لحق بها تجاه كل شيء، يعني كل شيء محتمل نظريا، لكن عمليا اذا عملت هيك اسرائيل شو بدنا نضلنا ساكتين؟ لا لا، في مقاومه وفي عمليا كل شيء محتمل نظريا، لكن عمليا اليوم اللي مبين من الطرف الاخر انه تركيزه كله على غزه. نعم. والكلام الامريكي من الصبح لهلا بتواصل على لسان وزير الخارجيه وعلى كل لسان المسؤولين، كل العمل اللي عم بيقوموا فيه هو لأقفال كل الجبهات بناء لرغبة وحاجة الكيان الإسرائيلي لحتى يركز على غزة داخل. بالتالي هالاحتمال ممكن ولكن ليس محتمل كتير. نعم. رح بهالحالة هيدي ذيك الحادث حديث، ولكن أنا عم بحكي عن لبنان. لبنان لا يحتمل لا مبادرة من هديك المال ولا من هاي المال للدخول بأي صراع، ولو كان في عواطف اليوم مجيشة من كتير من اللبنانيين، لكن الوضع اللبناني القائم اقتصاديا وماليا واجتماعيا وأمنيا لا يحتمل دخول في أي مواجهة من أي نوع.